نرحب بهم جميعا في أرض ميدان. نبدأ مع الحكم سي السيد ريجير من فرنسا، والحكم دي السيد حسن المناعي من قطر، والحكم اي السيد جيرجي بيروبوك من بولندا، حكم اف السيدة ميخائيلا ويدنر من ألمانيا، حكم جي السيد محمد الفدراوي من مصر، واتش الدكتور دورة نغم الدبوس من الكويت، وأيضا حكم اي السيد سفيان طه الحسيني من فلسطين، حكام أولى الفئات. نرحب بهم جميعا الآن بأرض الميدان. مسؤول الميدان دكتور محمد محسن من مصر. أعزائي بسم الله، نبدأ فعاليات هذا اليوم الثاني من بطولة المراسم رباب لجمال الخيل العربية المصرية الأصيلة، ونحن الآن مع فئة الأفراس وبعمر 2014 وأقل. هذه الفئة التي نشاهد للأفراس القسم ألف. Ladies and gentlemen, we have now a class. Class 5. Mare born December 31st, 2014 and daughter. Then مع الأفراس الفئة التي نشاهد هي فئة الأفراس المسنة والقسم باء. والحكام نشاهدهم الآن من خلال هذه النظرة الأولية لتلك الأفراس العربية المصرية الأصيلة، ونخرج هذه الأفراس الآن من أرض الميدان إذاً لبدء فعاليات أولى الفئات في هذه اللحظات. نستقبل أولى الأفراس الآن بأرض الميدان. First mare to go.
أداء شاهدنا الحركة لأولى الأفراس بهذه الفئة في هذه الأفراس مثلا قسم ألف. نشاهد الآن المشي ذهابا وإيابا. الحكام كما نشاهد ينظرون إلى القوائم والعودة، والنظر الآن إلى القوائم من الأمام، والوقفة المعتادة للفرس العربية الأصيلة. ويقترب الحكام الآن كما تشاهدون، سبعة حكام بأرض الميدان يحكمون هذه البطولة، بطولة المراسم رباب لجمال الخيل العربية المصرية الأصيلة. وأيضا كما أشرت يوم أمس، يتم حذف أعلى علامة وأوطى علامة لكل حكم السبع، ويعتمد خمس حكام من العلامات التي تبقى بعد حذف الأعلى والأقل. هذا نظام البطولة. والمتأهلات والمتأهلون أصحاب المراكز الأولى والثانية إلى هذا المساء لنشاهد الأبطال والبطلات. تنهي أولى الأفراس وننتظر استقبال الفرس التالية في أرض الميدان. Next mare to go. شاهد الفرس رقم 100 بالميدان، وننتظر علامات الفرس رقم 97 جواهر البريدة. جواهر البريدة من الأب مشعث الشرق، ومن الأم ملك البريدة، المربي مزرعة البريدة والمالك مزرعة لار. Okay. Next mare to go. الفرس التالية ننتظرها في أرض الميدان. لدي الآن نتائج الفرس رقم 97 جواهر البريدة، سكور مير نمبر 97 جواهر البريدة، تايب الهوية العربية 19.5 هيد النك، الرأس والرقبة
19 19 18.5 19 19 19.5 at 19 19 19 18.5 18 18.5 at 19 16 15.5 15.5 16 15.5 16 and 16 movement الحركة 19 19 18.5 19 19 19 score 91.40 91.40 نتائج جواهر الفريدة. ننتظر الفرس التالية في الميدان. Can I have next mare please? Next mare to go. إذن نعود إلى علامات الفرس رقم 100 مبهرة الجابري. مبهرة الجابري من الأب جميل الريال والأم سميرة الجابري المربي والمالك مزرعة الجابري. سكور من نمبر 100 تايب 89.70 مجموع علامات مبهرة الجاب. إذن دنيا هذه الفرس ونستقبل الفرس التالية في طرف الميدان. Next mare to go. Thank you.
لدي الآن نتائج الفرص رقم 101 حلا ترزي وهم الأب روميو العمار والأم رابحة تهاني المربي والمالك مزرعة الترزي سكور بين نمبر 101 حلا ترزي تايب الهوية العربية 19.5 19.5 19.5 19 19.5 19 at 19.5 ما شاء الله هذا نك الرأس الرقبة 19.5 19.5 19 19.5 19 at 19.5 بعدها التوب لاين جسم وخط الظهر 18.5 18 18 18 18 and 18.5 legs قوائم 16 15.5 15 16 15.5 15.5 and 16 final movement أخيرا حركة unanimous 18.5 18.5 من جميع الحكام total score 91.10 إذن 91.10 مجموع علامات حلا الترزي 91.10 Next to go. إذن لدي نتائج الفرص رقم 102 لين المصري وهم الأب ديب الريان والأم ليلى المصري المربي مزرعة المصري والمالك مزرعة الترزي سكور من نمبر 1 يردو لين المصري تايب العربية 19.5 19 19.5 19 19.5 19 19.5 19 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
of 19.5 20 19, بعدها top line جسم واحد تظهر 18.5 18.5 18 18 and 18 legs القوائم 15.5 15.5 15.5 15 15.5 15.5 and 16 movement الحركة 18.5 18.5 19 18.5 19 18.5 and 18.5 but the score 90.70 90.70 مجموع علامات دين المسلم. إذن كان هذه آخر الأفراس. أشكر السادة الحكام ومسؤول الميدان ورجة الانضباط ونعود. This program is offered by علامات الفرس رقم 103 قمرية الريادة من الأب وسام النين الرحيم ومن الأم ريادة المربي مزرعة ريادة والمالك مزرعة النسيم. Score من نمبر 103 تايب الهوية العربية 19 19.5 19 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
17.5, 17.5, 18, 17.5, 18, 18, and 17.5. Next, Hawaii. 15.5, 15, 15, 15, 15, 15, and 15. Movement, al-haraka. 18.5, 18, 18, 18, 18.5, 18.5, and 18. Total score, 89. إذن 89 علامة جمعتها الفرص الرقمية والثلاثة قمرية الريادة. لحظات ونعلن آخر النتائج. إذا ننتظر علامات آخر الأفراس. الأفراس رقم 104 غزالة الريان الإخلاص، هي من الأب ريان الإخلاص والأم مايدة المربي والمالك مزرعة الإخلاص. سكور في نمبر 104 دايب الهوية العربية 19.5, 19, 19, 19.5, 19, 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
سنعلن المراكز الخمس وسوف يتفضل بتتويج الفائزات المهندس عمر حسن درة مالك مزرعة درة، له منا كل التحية والتقدير. لدي الآن نتائج فيرست بليس، المركز الأول مير نمبر 97 جواهر الفريدة، ألف مبروك لمزرعة لارا الرائعة، المركز الأول. سكند بليس المركز الثاني مير نمبر 101 حلا الترزي، ألف مبروك لمزرعة الترزي الرائعة. ثيرد بليس المركز الثالث مير نمبر 104 غزالة الريان الإخلاص، ألف مبروك لمزرعة الإخلاص. البورت بليس المركز الرابع مير نمبر 102 الفرس رقم 102 لين المصري، ونبارك لمزرعة الترزي. فيفث بليس المركز الخامس مير نمبر 100 الفرس رقم 100 مبهرة الجابري، المبروك لمزرعة الجابري. إذن مبروك لجميع الفائزات من الأفراس والفائزين من المالكين، ويتفضل المهندس عمر حسن درة مالك مزرعة درة مشكورا بتتويج الفائزات. تفضلوا. First place number 97، Second place number 101، Third place number 104، Fourth place number 102، Fifth place number 100.
إذا المبروك للرائعات واستطاعت جواهر الفريدة ملك مزرعة لارا. المبروك الحاج محمد غريب ومزرعة لارا المركز الأول. المركز الثاني باركنا للرائعة رقم 101 حلا ترزي، نبارك لمزرعة الترزي الرائعة. وأيضا المركز الثالث كان من نصيب الجميلة غزالة الريان، ألف مبروك لمزرعة الإخلاص. ومركز الرابع للين المصري، وباركنا أيضا لمزرعة الترزي. والمركز الخامس كان للفرس رقم 100 مبهرة الجابري، ألف مبروك لمزرعة الجابري الرائع. مبروك لجميع المربين والمالكين، ومبروك للذين تأهلوا أيضا للبطولة النهائية. طبعا المركز الأول والمركز الثاني يتأهلان إلى هذه الأمسية للبطولة النهائية لمنافسة على الذهب والفضة والبرونز. لحظات ونكون مع القسم الثاني من هذه الفئة، فئة الأفراس.